أكد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن مسابقات قفز الحواجز باتت من المسابقات التي تحظى بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات المملكة، وتشهد منافسات عالية المستوى، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة الخيل بمملكتنا الغالية، والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وجه سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الشكر لشركة منارة البحرين على دعمها السخي للاتحاد وبطولات قفز الحواجز، والذي يؤكد إيمان مسؤولية الشركة بدعم مختلف النشاطات والفعاليات على أرض المملكة، مهنئا الفرسان والفارسات الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، متمنيا التوفيق للجميع في بطولات القفز القادمة من الموسم الجاري. وشهدت بطولة منارة البحرين لقفز الحواجز التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة بميدان الرفة بالاتحاد الرياضي العسكري، مشاركة واسعة ومنافسات قوية من فرسان وفارسات البحرين. وقد توج محمد المناصير رئيس مجلس إدارة شركة منارة البحرين الفائزين في السباق.